وصفية عزيز، أنا من الشام. بابا أخذوه كان نازل من على الطريق عم إجا الشرطة وأخذوه حبسوه من زمان. أول ما اعتقلوا بابا رحنا عند بجدي على عين الفيجة، ومن بعد عين الفيجة جينا بالباصات الخضر على أدلب. هلأ صف سادس، صحيح هلأ وقفوا المدارس وسكروا المدارس، بس أنا هلأ بدي ضلني أدرس وصير أنسى لعلم كل الأطفال. اسمي سدير عزيز، بدي صير دكتورة أسنان منشان ساوي أسنان ماما وجيب واشتري سيارة منشان نطلع فيها وشوي. اسمي يا ماما عزيز، نحنا ثلاث بنات رح نضلنا ندرس ونصير كتير شاطرات.